لي اخ من ناحيه الام وله اخت من ناحيه ابيه، فهل يجوز لي الزواج منها؟ ليه؟ لي اخ من ناحيه الام وله اخت من ناحيه ابيه، نعم، فهل يجوز لي الزواج منها؟ اذا كان ما بينكما رضاها لا، اخوك من امك له اخت من ابيه، فانت تزوج اخته من ابيه، لان ابا ليس اباك، انما اشتركما في الام. فاذا تزوجت اخت اخي من امك واخته من ابيه وليس بينكما رضاعه ولا قرابه اخرى، فلا باس.